الفعالية طبعا واضح من اسمها انها فعالية دورية للنادي. الفعالية تمت طبعا في الفصل الماضي سي اس اي كلينيك، كانت برعاية مجلس الطلبة وحركة الشبيب الطلابية. طبعا مقدمة لهم كل التحية والاحترام على كل الدعم اللي قدموا لنا اياه. بحب انوه اليوم كمان انها الفعالية تحت رعاية مجلس الطلبة وحركة الشبيب الطلابية، كل الشكر والاحترام لهم مرة ثانية على كل الدعم اللي قدموا لنا اياه والتسهيلات وكل الخدمة اللي ساعدونا فيها عشان نعمل عرض مميز اليوم. وبحب أكد على فكرتهم في دعم النوادي والجمعيات الأخرى في أنه يكون عروض مميزة. وكمان بحب أكد أنه فعالية اليوم برعاية معرض الثريا للكمبيوتر، معرض الثريا للكمبيوتر، كل الشكر والاحترام لهم. بحب كمان أحكي لكم شوي عن الزوايا اللي احنا بنقدمها اليوم في النادي. في عندنا زوايا خاصة وزوايا مميزة هي اللي كانت سبب تميز معرضنا اليوم. في عندنا زوايا صيانة اللابتوبات، زوايا سوفت وير، تصليح فلاشات، زوايا بيع لوازم، زوايا تنزيل برامج، زوايا تنزيل ألعاب. كمان بحب أوجه شكر خاص لرئيس النادي هندسة أنظمة الحاسوب الأخ ثائر هوجي على كل الجهود اللي كان فيها معنا من أجل إنجاح معرض اليوم. بحب أوجه شكر لكل المتطوعين معنا اليوم، أوجه شكر لكم تلفزيون فجر على تغطيتكم المتواصلة معنا، وكل الشكر للجميع، وبتمنى يكون عرض مميز. هذا المعرض جاء ضمن سلسلة فعاليات لمجلس الطلبة وحركة الشباب الطلابية التي تستهدف الفئة الطلابية. يعني بنحب نقدم لهم مساعدات، شو بنقدر بأي مجال من المجالات. جاء هذا المعرض بالتعاون مع نادي الحاسوب واختص بالتكنولوجيا، لابتوبات، فلاشات، موبايلات، جميع ما يختص بالسوفت وير بهاي المجالات كلياتها، بحيث انه كان معاصر للتكنولوجيا وبيستهدف فئة كبيرة من الطلاب.